مرحبا أصدقائي، معكم رؤيا من قناة عالم رؤيا للتعلم اللغة الكردية. درسنا اليوم هو التقطيع في اللغة الكردية. دسماني كرديدا كيتا كيرن. المقطع هو ذلك الجزء من الكلمة الذي يخرج من فم المرأة دفعة واحدة. كيتا أو بشا بايفيا كابيك جاري جدافي مروف درد كافا. هلأ عنا السؤال، إيش هو فائدة التقطيع؟ التقطيع فائدته بسهل القراءة، بسهل قراءة الكلمات، قراءة الجمل. الآن نأتي إلى الكلمات أو المقاطع التي تتكون من صوت واحد أو حرف واحد. كيتايا يكدنجي، المقطع الذي يتألف من صوت واحد. كيتايا دودنج، المقطع الذي يتألف من صوتين. سيدنجن كودبن كيتاياك، ثلاثة أصوات تكون مقطعا واحدا. تشارتيب دبن كيتاياك، أربعة أحرف تكون مقطعا صوتيا. بينشتيب دبن كيتاياك، خمس أحرف تكون مقطعا صوتيا. كيتايا يكدنجي، المقطع الذي يتألف من صوت واحد. هل تنتيرك كتايكي بيكتنا، كل حرف صوتي هو يكون مقطعا صوتيا. وكي بيشكر، بيشكر يعني اللاحقة التي تأتي في بداية الكلمة. عندنا مثال آشوجن، آشوجن بمعنى المخاض أو الإبرة الكبيرة التي تخيط الأكياس. عندنا الحرف آ هو اللاحقة بيشكر. عندنا باشكر، اللاحقة التي تأتي في نهاية الكلمة. مثال كيري، كيري الحرف إي هي اللاحقة. أيضا عندنا فقطون داك، الحرف التي يبين الملكية في الجملة، كما في المثال باف إيمن، باف إيمن. نلاحظ أنها تأتي مدمجة في الكلمة، وهذا الحرف الصوتي هو عبارة عن مقطع صوتي لوحده. خلينا نعيد الأمثلة. آشوجن، قلنا الإبرة التي تخيط الأكياس الكبيرة. مثال الثاني كان كيري يعني قطيع. مثال الثالث بافي من يعني أبي. أيضا هناك داتشاك وغهانك أي حروف الجر وحروف العطف. مثال أو إي. خلينا ناخد المثال أز أو تو، أز أو تو بمعنى أنا وأنت أو أنا وأنتي. الحرف أو هو جاي بمعنى حرف عطف. مثال الثاني أو هفالي من إيكو بمراهاتي باشير، صديقي ذلك الذي جاء معنا إلى المدينة. الآن عنا المقطع الذي يتألف من صوتين أو حرفين. كيتايا دودانج، ميناك، آف، إيش، آخ، إين، كي، تو، أو، وي. سيدنجن كودبن كيتاياك، ثلاثة أصوات تكون مقطعا واحدا. ميناك، جاف، شاف، كار، شار، كار، مير، شور، شين. تشارتيب دبن كيتاياك، أربعة أحرف تكون مقطعا صوتيا. مثال هشك، قنج، نرم، برس، تشاوت، درس، جور، تخت. بينش تيب دبن كيتاياك، خمسة أحرف تكون مقطعا صوتيا. ميناك، ستاند، شكاست، شكاف. الآن ننتقل إلى الكلمات التي تتألف من مقطع صوتي واحد. بايفين يكي تاي، ميناك، آش، باش، داف،
صاغ كار، كلمات التي تتكون من مقطعين صوتيين. بايفين دو كيتاي ميناك جو لان تصبح جولان، ها فال تصبح هفال، هو جر تصبح هوجر. الكلمات التي تتكون من ثلاثة مقاطع: بايفين سيكي تاي ميناك جن غا ور جن غا ور، دل برين دل برين، را جر تن را جر تن. أيضا عندنا كلمات تتألف من أربعة مقاطع صوتية: بايفين شار كي تاي ميناك قا م ران دن قامران دن، هل جا ران دن هل جا ران دن، بخ تا واري بخ تا واري. أخيرا الكلمات التي تتألف من خمس مقاطع صوتية: بيفين بينج كي تاي تا من د ري جي تمن دري جي. مثال الثاني: بر با لاف جرن بر با لاف جرن. وهيك أصدقائي وصلنا لنهاية درسنا، بتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو وسهل عليكم قراءة الكلمات والجمل باللغة الكردية. واللي ما تابعنا من البداية وأول مرة بيشوفونا، عنا فيديوهات للأحرف الكردية وعنا فيديوهات للأحرف مع الأمثلة والكلمات باللغة الكردية، رح أحط الروابط بصندوق الوصف. إذا عندكم أي أسئلة فيكن تكتبوا تحت بقسم التعليقات وإن شاء الله رح أرد على كل تعليقاتكم. وهلأ بتمنى لكم كل الخير والسعادة. مع السلامة.